الو، ازيك يا كابتن؟ ازاي حضرتك؟ يا رب تكون بخير. اخبار صحتك ايه؟ انا كويس يا ابني وكل الامور بخير. انا جيت يا كابتن وكان نفسي اقابلك، لكن ان شاء الله اقابلك قبل ما تسافر. ان شاء الله هشوفك يا حبيبي وان شاء الله هنتقابل. لكن هم خلصوا معاك كل حاجه؟ خلصنا كل حاجه يا كابتن وان شاء الله خير، وانا ان شاء الله هحقق حلمي يا كابتن، وان شاء الله قريب جدا هنبقى موجودين مع بعض، وهانت كلها يعني شهور بسيطة وابقى موجود في النادي الاهلي. اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على الوطن تي في. المكالمة دي كانت بين كهربا والكابتن محمود الخطيب بعد نزوله للقاهرة، وكان في مكالمات كتير قبلها قبل ما يجي، خاصة في يومين الاستجمام في باريس بالروب الابيض جنب بورج ايفل قبل ما ينزل كهربا الى القاهرة. كهربا لاعب مميز جدا، خد الخطوة دي من البداية لما مشي لنادي الزمالك وطلع الأول على تركيا، وقبل ما يروح للدوري البرتغالي كان عارف هو بيعمل إيه، خطواته كانت مرتبة، ومن قبلها كمان وهو متفق ومخلص كل حاجة مع النادي الأهلي. ولكن مع اقتراب الموعد المحدد ومع اقتراب انتقالات يناير، وخلاص بقى كل فرقة بتشوف هتعمل إيه، وكمان كهربا عايز يخلص اموره. خلال الساعات اللي فاتت كان في قعده مهمه مع احد مسؤولي النادي الاهلي، والمكالمه دي كانت بعدها مباشره للتاكيد على ان كهربا اتفق بالامر اللي يرضيه والامور الخاصه بيه. الجانب المالي ما كانش العقبه قدام كهربا، الكلام والحديث كانت العقبه في ايه اللي هيحصل لكهربا، والحديث على قصه الازمه اللي بينه وبين الزمالك. كهربا يحق له الانتقال لأي دوري في شهر يناير المقبل، لأن البطاقة المؤقتة اللي بتصدر بعد شهر واحد بتبقى بطاقة سارية وبطاقة تايمة، وبالتالي هنا هو عنده مشكلة مع ناديه القديم الزمالك، هتتحل في الأوقات القادمة وهتكون هي غرامة مالية لو اللاعب يعني ما قدرش يثبت حقوقه. لأن أنا هقول لكم على مفاجأة من ضمن الملفات اللي عاملها اللاعب اللي مقدمها للقضية، نقطة مهمة جدا. النقطة المهمة دي هي ان هيبقى في بعض التصريحات والفيديوهات وتصريحات الجرايد وتصريحات اعلامية تؤكد ان اللاعب وهو موجود في الزمالك تعرض لضغوط شديدة جدا، وتعرض لاهانات ودي اللي بتثبته الفيديوهات، والفيديوهات دي لما بتترجم بتوصل بالمعنى المظبوط. إذا أدين كهربا في انتقاله للدوري البرتغالي هتكون العقوبة بتاعته غرامة مالية، ومش هتكون بالشكل الكبير، لأن الاتحاد الدولي بيحسب بقية قيمة عقده وبيرجعه للفرقة اللي كان على ذمتها. حتة التعويض لو شاف إن اللاعب نفسه ظلم ناديه لما مشي وما كانش عنده السبب المباشر، في الحالة دي بيحط له غرامة فوق فرق العقد. ولكن الواضح ان كهربا مرتب اموره بشكل كويس، وبيثبت للاتحاد الدولي ان هو تعرض لضغوط وبناء عليها ساب ناديه ودور انه يلعب في حته ثانيه، وما راحش للنادي اللي عايزه مباشره، وبالتالي ما كانش عنده هدف معين للخروج من ناديه. ده الشكل اللي بتدور بيه محور القضيه او كواليس كهربا. حبيت اشرح لكم الامور سريعا عشان تعرفوا الدنيا رايحه فين في الاتحاد الدولي. إما هتكون غرامة بباقي القيمة المالية اللي موجودة في التعاقد، أو غرامة مبسطة في حالة إن ارتقى المحكمة الرياضية أو الاتحاد الدولي إن اللاعب فعلا اتعرض لظلم كبير جدا. لكن الواقع بيقول إن في شهر يناير المقبل كهربا هيكون موجود رسميا في النادي الأهلي، وده اللي قلناه من بدري جدا وقلناه من زمان في الوطن وانتوا سمعتوه، وقلنا ان كهربا كان عايز يحقق رغبه جواه، ربكن الظروف داخل نادي الزمالك ساعدته انه يبعد شويه، خاصه بعد المشاكل اللي حصلت مع كهربا وحصلت مع اداره نادي الزمالك. خلينا نقول ان كهربا يعني بيكلم لعيبه كتير في النادي الاهلي وبيكلمه بشكل يعني خلاص معرفين بعض كل حاجه، لكن الاهم في الساعات اللي فاتت برضو مش ده وبس، لان دلوقتي في مدير فني اسمه فايلر في النادي الاهلي
شايف كل الامور بشكل جيد. اداره الاهلي عرضت فيديوهات خاصه لكهربا على الراجل، والراجل قال عليه لعيب مميز جدا ويستحق الانضمام. ده مش معناه ان النادي الاهلي بيضم كهربا بعد ما فايلر وافق عليه، لكن ده معناه ان اداره النادي الاهلي عايزه لما كهربا يجي في شهر يناير يبقى من ضمن اختيارات الراجل، رغم ان النادي الاهلي كان مخلص مع الراجل كل الامور. جماهير النادي الاهلي بتنتظر كهربا في الاهلي في يناير، وده اللي خلص في الساعات. كل التفاصيل خلصت في الساعات اللي فاتت. التعاقد هيكون 4 سنين ونص، تبدا من شهر يناير المقبل. القيمه الماليه هي قيمه ماليه كبيره، شرط جزائي بسيط اللي هياخده النادي البرتغالي، لكن اللاعب النادي الاهلي مقدره التقدير الكبير والوافي. في تصريحات كانت لاداره الزمالك، لو الاهلي تعاقد مع كهربا هيحصل ايه؟ هنتعاقد مع نص فريق النادي الاهلي. بالفعل اداره الزمالك اتحركت في الفتره اللي فاتت وكانت بتتكلم مع 2 لعيبه، عمرو جمال اللي مشي من النادي الاهلي على طلائع الجيش، واللي مش موجود بشكل كبير بالشكل الفني اللي كان فيه وكان قوي، واللاعب الثاني هو حسين السيد اللي مازال موجود في النادي الاهلي، واللي الزمالك كان قطع معاه شوط طويل، عشان كده حسين كان عايز يحسم مصيره قبل طبعا غلق موسم الانتقالات مع بدايه السيزون، وكان عايز يقول للاهلي انا موجود ولا همشي. وكان مجلس الزمالك متفق مع حسين، لكن هم 2 لعيبه بس اللي الكلام عليهم. لكن هل هينجح الزمالك انه يعوض قصه كهربا زي ما الاهلي نجح انه يعوض قصه عبد الله السعيد؟ الايام جايه وهنشوف، ولكن على ارض الواقع كهربا لعيب في النادي الاهلي.